بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة حفظه الله وارعاه، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة معالي أحمد أبو الغيث أمين عام جامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن شكري الصادق وامتناني العميق لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وحكومته وللشعب البحريني الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين خضينا بهما أنا والوفد المرافق منذ وصولنا إلى أراضي الملك مملكة البحرين الشقيق. كما أهنئ جلالة الملك وكذلك حكومة وشعب البحرين على نجاحهم في توفير البيئة المناسبة والظروف الملائمة لقادة الدول العربية والفدول المشارك لإنتاج هذه القمة وتحقيق نتائج إيجابية تليق بطلعات الشعوب العربية. لا يمكنني إلا أن أهنئ وأشكر الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية ومحمد بن سلمان والي الهاد على الجهود الجبارة التي بذلتها خلال رئاستها الدورة السابقة لقمة جامعة الدول العربية، حيث اتخذت قرارات هامة ساهمت بشكل كبير في تنشيط عامل العربية المشترك. كما لا يسعني أن أبدأ هذه الكلمة إلا وأعبر عن تهانينا لمعالي أحمد أبو الغيث الأمين العام لجامعة الدول العربية ولزملائه على التعاون الوثيق والجهود الجادة التي يبذلونها ليل نهار لتنظيم أعمالنا ومتابعتها لتصبح على أرض الواقع. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، الحضور الكرام، نعقد هذه القمة في زمن حساس للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن بلادنا والعالم مواجهون بالفعل تحديات كبيرة في مجالات الصحة والتغيير المناخي والأمن، حيث بعد الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 نواجه بشكل خاص آثار الحرب في أوكرانيا وبفرق المسات التي تجري أمام أعيننا في قطاع غزة. فبالنسبة للحرب في أوكرانيا بصفة رئيس الاتحاد الإفريقي، هذاك قمت مع مجموعة من رؤساء القارة الإفريقية بزيارة هذا البلد وكذلك روسيا الاتحادية بهدف القيام بمبادرة وساطة الإيقاف الحرب وحق الدماء. كما تعلمون أيضا شارك بلدي جمهورية القمر المتحدة مع جنوب إفريقيا في النداء التاريخي أمام المملكة الدولية في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل توترها في الجرائم التي تركب في قطاع غزة، وتؤيد جمهورية القمر المتحدة أي دولة أو مبادرة تهدف إلى احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان. إن الإبادة الجماعية المنجحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل حكومة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقسوة الفائقة التي يتعرض لها بالإضافة إلى الصور اليومية الواضحة والصادمات في جميع المجالات التي نشهدها تثير الضمائر وتنهك الأخلاق والأديان وتتحدى الإنسانية، فلدينا بالتالي مسؤولية تاريخيا لدفاع المظلومين وتصرف على الفور لوقف هذه الحرب التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن في الأراضي العربية الفلسطينية المتحلة. وفي الوقت الراهن يجب علينا التحرك لوقف إسالة الدماء وضمان وصول الفلسطينية إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والحق في المأوى.
فحين تستمر جمهورية مصر ودولة قطر في بذول جهود مقدرة، نحن مطالبون بتوحيد جهودنا لتحقيق حل عادل وسريع في القضية الفلسطينية، بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. ومن هذا المنطلق فإن حكومة جمهورية القمر المتحدة وكذلك الشعوب القمرية نعرب عن تضامننا الكامل مع القضية الفلسطينية والتزامنا بالشرعية الدولية، ونؤكد موافقتنا على القرارات الصادرة في هذا الشأن، كما نرحب بالقرار الأخير الذي أخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من الدول الأعضاء، والذي يمنح فلسطين حقوقاً وامتيازات جديدة، ويدعو مجلس أمن إلى إداعة النظر في طلب فلسطين للإنضام كعضو كامل في الأمم المتحدة لتصبح الدولة الرابعة والتسعين بعد المئة في المنظمة. وتعبر هذا القرار عن الاستياء العالم من الوضع في غزة ومن الخوف من جهوب إسرائيل واسع النطاق على رحف. وأغتنم هذا الفرصة لأقدم الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على إيضاله الدائم والمستمر من أجل السلام والأمن في فلسطين، وعلى دعمه لإنشاء دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل. ولهذا أما بالنسبة للدول العربية الشقيقة في النزاع، فواجبنا أن نتعمق في البحث عن حلول إلكات الإصلاحات، ونحث المتحاربين على إعطاء الأفضلية للحوار لتحقيق السلام والأمان الدائم في تلك الدول. أصحاب الجلالة والسمو الفخامة الحضور الكرام على الصعيد الداخلي، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر باسم الحكومة والشعب القمري وباسمي خاص شخصياً عن أمتننا العميق لكم جميعاً على نصائحكم ودعمكم ومساهمتكم ومرافقتكم التي سمحت لنا بتولي رئاسة الاتحاد الأفريقية بجناح خلال 2023. وأخص بالشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها، حيث كان دعمها ومساهمتها المغنية والمادية حاسمة لنجاح هذا الرئاسة. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة معالي الأمين العام دولة العربية سيد السادات، اسمحوا لي قبل الختام أن وجه الكلمة للأخ العزيز فخامة الرئيس محمد بن عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وأقول له: أخي العزيز، لا نقول لك ما قال اليهود للنبي موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك وشعبك، إننا معكم في كل وقت وحين. وفي الختام أتمنى النجاح الكامل لهذه القمة، وعد الله العلي القدير أن يلهمنا فيما هو صالح، وجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.